Pamela Diem. Ramadan كريم. Ramadan كريم يا بني ادمين. وحشتني والله العظيم. والله العظيم وحشتني جدا جدا جدا. ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه ده؟ ايه الجنان اللي الواحد بقى فيه ده؟ واحد بقاله شهرين منقطعين لحد ما بقينا شبه اما بالدين. قلت بقى شباب النهارده ننزل حلو وسع حمو وسع حمو. المهم كنا بنقول ايه؟ استنى حلو. طبعا الرياضه في رمضان مهمه. الناس اللي بتاكل على الفطور وتيجي تاني تاكل على السحور وبعد السحور. طب انت يعني انا مش عارف يعني انت كده عمال تملى وتعبي وتزيد لحد ما العجلة هتقول لك تيت. وبالليل طول الليل بقى قاعد انت بقى طول الليل كفاية. انا شايفك ماسك سنية الكنافة ومش عايز حد من اخواتك يقرب منها. عام عليك. اتفضل يا باشا. بعد اذنك. هو يا عم كده وانت عامل زي الخابوف الحلوف يا عم. لما اني صايم استغفر الله العظيم. انت بقى لازم تلاقي بقى ايه المعاناه دي طول ما انت بقى بتتعامل مع البني ادمين دول. لازم بقى لازم اوعى حد يفتح باب العربيه احسن عفتر على اللي خلفوه. انا بقول لكم اهو. كويسين. تقبل الله من الصايمين. انت ده ابني يا ابني دخل ايدك من مشروع يا ابني. يا ابني هتتعور يا ابني. طيب يا شباب ما هو التوقيت المناسب اللي انا انزل بالعجله خلال شهر رمضان و ما تعبش او ما عرضش نفسي للخطر؟ لان انت ممكن تنزل الساعه 1 تلاقي الشمس طالعه جامده قوي فقفاك تجيب لك جفاف منديلك الدكتور عفاف ونشد عليك اللحاف. فما انصحكش تنزل الساعه 1 الشمس تبقى حاميه اللي هو بعد الظهر يعني. طيب ممكن تنزل على الساعه 5 اللي هو قبل المدفع كده بحبة حلوين يعني. تمام؟ تكون الشمس خلاص قربت تغيب وايه؟ ولكن هيقابلك الزحمة بقى اللي احنا ماشيين فيها دي. وخلي بالك لو الدنيا مش زحمة هتلاقي صواريخ طايرة جنبك، لأن الوقت اللي قبل الفطار ده يمكن الناس بتعاني منه جدا يعني. أنا ماشي أهو في طريق زي دوت وعلى يميني موتوسيكلات طايرة بقى، اللي طالب لي بيتزا واللي طالب لي سخين كفتة. عازم حماته جاب لها كفتة مشوية. خش يا اسطى خش. طبعا بقى ده غير الايه الاتوبيس. تحس ان هو اللي انت نملة جنب دنياسور. بص العجلة بتاعته قد ايه. بص ايوه. ابعد عن الشر وغنيله. تبعد عنه خالص ده. يعني دلوقتي انا مفيش مشكلة ما بيني وما بين التاكسيات ماشي، انما الاتوبيسات لا مش قدها. ربنا يبعد عننا شرها. هلا كابتن يلا كابتن يلا الاكل هيبرد يا كابتن. يا عم يلا مش لازم تبص وابا منك. خش وحش احسن. فعاوزين نحاول يا شباب ان الاسبوع الجربوع لا ما ينفعش. اسبوع الجربوع بيكون من غير رياضه.
فانت لازم خلال الاسبوع تخلي فيه يوم بص الراجل طلع دماغه دف عليا. سواقين التكوسه دول انا مش عارف اعمل فيهم ايه، انا بس عشان في رمضان يعني يكفي ان كل ما اجي ماشي الاقي سواق يفتح لي الباب، الاقي واحده حاطه لي كلب ورا في الشباك اللي وراني، الاقي دماغ الكلب طالعه من الشباك. انتوا عايزين مننا ايه بالظبط؟ عايزين مننا ايه؟ سيبونا في رمضان، ما تخلوناش يعني الجنزير وقع اهو. اتفضل يا عم، لسه عمال اقول لك نتحلى بالاخلاق الحميده، ادي حميده اتطلقت اهي، الجنزير وقع. الزحمه اللي ما بتخلصش دي، ايه الزحمه اللي ما بتخلصش دي؟ ايه ده؟ روحوا افطروا في مائدة الرحمن وريحونا، فادوني السكه يا جماعه، فادوني السكه مش كده؟ انتوا مواطير عن وكله بيوصل ويطير. انا كرسي العجله جاب لي البواسير، ارحمونا مش كده؟ استنى يا عم استنى، عايز اخش يمين انا عد. طب يا شباب احنا هزرنا وخلاص كده بقى، عايزين نخش في الجد ان شاء الله. الفيديوهات الجاية تبقى فيديوهات جادة شوية وصيانة وحاجات كده مفيدة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة.